القدس الإله الواحد أمين. في ليلة الجمعة العظيمة نشوف المسيح بيقدم أقوى صلاة تعرفها البشرية، ويتقال تعبير في الإنجيل تهيالي ما تقالش عن حد أبدا وهو بيصلي إنه كان عرقه يتصبب كقطرات دم. ليه المسيح يعمل كده؟ أنا عارف إن السؤال ده سألناه كتير وتكلمنا كتير وتلقينا عنه إجابات كتير، ومش هقول جديد، لكن إحنا بنحتاج نقعد نفتكر ده للأسباب الآتية. أولا عشان نفتكر إنه إحنا ملناش خلاص، ملناش ملجأ، ملناش نجاة، ملناش أمل في تغيير ولا في مغفرة. يعني في شقين، في حاجات بنعملها خلاص عملناها غلط ملناش مغفرة غير فيه، وملناش أمل في التغيير غير فيه، وبالتالي احنا بنقعد كل يوم وكل قداس وكل أسبوع ألام لحد ما نخلص ونمشي من الدنيا ديت بنقعد نراجع في الحقيقة دي. هي دي الشغلانة بتاعتنا. الحقيقة قريت كتاب نازل جديد، نزل السنة دي بس آخر موديل، يعني لأحد الآباء الكهنة بيخدم حاليا في واشنطن دي سي، اسمه أبونا مارك عزيز، اسمه شركاء في ميراث مسيحك. تكلم في فكرة لطيفة الحقيقة قريته قريب، هو لسه نازل، فلقيته ماشي مع اللي احنا بنتكلم فيه مع احتفالنا بأسبوع الألام، وفي نفس الوقت القرايات بتاعت النهاردة. انتوا عارفين الناس تيجي ليلة الجمعة، وطبعا مش ناس كتير جت بدري يعني، لكن اللي بيجوا بدري بيجوا ليه؟ حد بيجي بدري؟ ها؟ أنا جيل البراكليت اللي هي القرايات من يوحنا 13 ليوحنا 17. طب الناس اللي بتيجي سهرة أبو غلامسيس بدري بيجوا ليه؟ ها؟ ليلة أبو غلامسيس سفر رؤيا بدري. الحقيقة يعني نتمنى تيجوا بدري برضو، دي تشجيع لبكرة ده شوية، يعني ده كده يعني إعلان يعني. الناس بيجوا بدري، يعني كنا نيجي نروح جري الكنيسة حتى قبل ما الواحد يبقى كاهن، كنا نجري على الكنيسة ليلة أبو غلامسيس عشان نحضر المزمور بتاع أنا الصغير، أنا الصغير في إخوتي، مزمور 151 يبتدي بيه السهرة، مزمور مبدع. يا ريت نيجي بدري بكرة. ليلة الجمعة الناس برضو تيجي بدري عشان تسمع الأناجيل بتاعت البراكليت اللي هي يوحنا 13 14 15 16 17، نهاية 13 وبعدين 14 15 16 17 اللي اتكلم فيها المسيح حديثه الوداعي، وإيه اللي اتسجل فيها الصلاة الوداعية يوحنا 17، وإيه اللي اتكلم فيها عن تسمى أناجيل البراكليت لأن هي اللي فيها أنبأ عن حلول الإيه؟ عن حلول الروح القدس. فأنا رجوعا للكتاب اللي بقول لكم عليه، الكتاب بيتكلم عن كلمة كما باليوناني كاثوس، كما، وتكلم بالذات كما، كلمة كما دي جت في العهد الجديد، العهد الجديد ولا العهد الجديد، جت في العهد الجديد 182 مرة، 182 مرة. هو ركز أكتر على استخدامها في إنجيل يوحنا، فأنا هركز على استخدامها في أناجيل البراكليت، لأن طبعا عشان ناخدها كلها تبقى موضوع كبير. فاستخدم كلمة كما استخدام يربطنا بالمسيح ربط مباشر، ويربطنا في علاقة المسيح بالآب السماوي. يعني استحملوني شوية، أتمنى أني في الآخر أخفف الكلام ما يبقاش كده يعني كلام تخين قوي يعني. ليه ده مهم؟ عشان نفهم إحنا علاقتنا بالمسيح وعلاقتنا بالثالوث إيه؟ وليه ده مهم قوي إن إحنا نفهمه؟ وعدم فهمنا ليه؟ خلينا متلخبطين.
فنيجي لاستخدام كلمة كما في الجزء ده من إنجيل يوحنا، مش في كل إنجيل يوحنا. أنا هاخد أربع حاجات. استخدام اتكلم عن المحبة، اتكلم عن المحبة، وادى للمحبة معنى. يعني طبعا دلوقتي للأسف أعتقد أن الأفلام ما بقتش بتتكلم عن الحب كتير، مش كده؟ زمان كانت في وقت الأفلام كان يقول لك رومانسية ومش عارف إيه. فالحب يعني في أجيال سابقة، هذه أجيال حالية يعني بقاش حتى يا ريت بدأنا دلوقتي يقول يا ريت يبقى الأفلام كده. أنا أقول في أجيال سابقة أنه كان الأفلام غالبا فيها قصة حب، الحب إيه، واحد بيحب واحدة وهيام وحاجات كده. لكن هل ده المفهوم بتاع المسيحية لما الإنجيل يتكلم عن المحبة، عن الحب؟ هو ده المستوى أو المفهوم؟ يحطه في أي مستوى؟ يحطه كالآتي وباستخدام كلمة كم. يقول إيه؟ هاخدها في الثلاث الإصحاحات دي. يوحنا 13 في يوحنا 13 يقول إيه؟ هي تيجي في 13 و14 و15 وتتذكر برضو في 17. ففي 13 يقول ايه؟ وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم بعضكم بعض. يبقى نحب بعض ازاي؟ زي ما المسيح أحبنا. ده مستوى المحبة. مش لطيف وده على معدتي وده مش أصله تقيل على معدتي. لا، مستوى المحبة، مستوى المحبة زي ما المسيح أحبنا. أحب ازاي؟ زي ما المسيح أحبني. أنا عارف إن الكلام ده بيعقد، الكلام ده بيعقد الدنيا، بس خلوني أعقدكم. هو الحقيقة مش أنا اللي بعقدكم، أنا مش دعوة، أنا بقول كلام الإنجيل. هو كلام الإنجيل يعقد، بس يعقد ويحلها. هنتكلم إزاي إنه يحلها. فأول حاجة قال إنه نحب بعض إزاي؟ لازم تحب بعض، مفيهاش فساد. وبعض دي مين؟ مش البعض، كلنا، بعضكم بعضا. البعض يحب البعض، فهيبقى ايه؟ الكل. ازاي؟ زي ما المسيح احبنا. ده يوحنا 13 ايه 34. يوحنا 14 يجي تاني يقول ايه؟ هرجع على 14 بعد، خليني اخد الاول 15. 15 كلها عن الحب. يقول ايه؟ اثبتوا فيا وانا فيكم، كما ان الاغصن لا يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمه، كذلك انتم ان لم تثبتوا فيا. برضو فيا ان الغصن ما يجيبش ثمر غير لما يثبت في الايه؟ في الكرمه. وهنرجع لديت. بعدين جه على المحبه بقى، قال كما احبني الاب كذلك احببتكم انا. هو في الاول قال ايه؟ تحبوا بعض زي ما المسيح احبكم. وبعدين هنا اضاف حته ثانيه، انا بحبكم زي ما الايه؟ الاب بيحبني. مستوى الواحد في المساوي للآب في الجوهر، محبتهم محبة الأقانيم لبعض. إحنا مفروض نحب بعض على نفس مستوى المحبة دي، مستوى فوق قوي، فوق قوي قوي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، إثبتوا في محبتي. خليكم ثابتين في أنكم تحبوني. إثبتوا في محبتي يعني إيه؟ يعني خليكم تفضلوا حبوني للنهاية. اوعوا محبتكم ليا تفطر في وقت أو تضيع في وقت أو تضعف في وقت. طب مقياسها إيه؟ إحنا نقول الإنجيل كلام مش عملي. هنا إدى حتة عملية خالص، قال إن حفظتم وصياتي تثبتون في محبتي. يبقى المقياس إيه؟ حفظ الوصية. كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. تاني يربط الكلام دوت، مش كانش ممكن يتألغي إلا إذا المسيح تجسد. لو المسيح ما تجسدش ما كانش يقدر يقول دي. كان يقول ازاي انا حفظت الوصية؟ هو في السماء حفظ وصية فين؟ لكن لما جه في الارض وشفناه عاش في الارض، شفناه بينفذ الوصية. واضحة الفكرة؟ فالكلام ده كله مرتبط بالتجسد. لو ما كانش المسيح اتجسد ما كانش الكلام ده يتقال. فقال كده، زي ما الاب احب الابن انتوا تحبوا بعض. طب نحب ازاي ونثبت في المحبة ازاي؟ قال تحفظوا الوصية. طيب والمثال انا نفذت الوصيه للنهايه. وقال هذه وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. تاني
فده آية 12، ودي ترجعنا ل 14. ف 14 قال آية 27: سلاما أترك لكم لا مش دي، ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. ففكرة تنفيذ الوصية، احنا خلصنا كده فكرة المحبة. يبقى خلاصتها زي ما الآب أحب الابن، الابن أحبنا، وزي ما الابن أحبنا نحب بعضنا بعض. المقياس تنفيذ الوصية زي ما المسيح نفذ الوصية. خلاص؟ يبقى دي استخدام كلمة كم. هاخد التشبيه الثاني أو النقطة الثانية وبعدين نشوف إزاي ننفذ الكلام دوت. النقطة الثانية اتكلم عن السلام، يوحنا 14. في يوحنا 14 قال إيه؟ سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. هنا إيه؟ نفي، مش بيشابه، بيقول زي ما لا، قال مش زي بقى. العالم يدي يوعد بسلام. يعني هنا الأخبار، الناس مش بتتابع الأخبار بتاعت يعني، لكن الأخبار كنا نسمعها في مصر كان دايما القضية الفلسطينية، قولونها هي راحت يعني، راحت خالص من كل النواحي يعني، بصرف النظر يعني. لكن فكانوا كتير، أنا فاكر الواحد بنسمع الأخبار كنت نسمع كلمة إيه؟ حد يفتكر؟ في كلمة كانت تتكرر، ها؟ السلام العادل والشامل بالمنطقة. أنا فاكر دي في الأخبار، السلام العادل والشامل بالمنطقة. والصورة إيه؟ مات مش عارف كم واحد، مش عارف مين طلع على مين وضرب إيه ومات كم واحد. فالكلام عن السلام العادل والشامل، والصورة إيه؟ وتلاقي معاهدات سلام، والواقع مختلف تماما. ده العالم. والإنسان حتى خدوها على المستوى الشخصي، كل ما الإنسان يبقى قلقان، في سمعتها من ناس كتير يقول لك إيه؟ لما نزهق نعمل إيه؟ لما نحس إحنا مش مبسوطين، متضايقين، قلقانين، نعمل إيه؟ الستات بيعملوا إيه؟ ينزلوا شوبينج، يشتروا، يصرفوا فلوس وينزلوا يعملوا شوبينج، والرجالة تصرخ مش كده؟ فـ ها؟ ما بيزعلوكمش طبعا، ويقدروا. ف عايز اقول ايه؟ ان الانسان يدور على السلام باي طريقه، يدور على راحه باي طريقه، وبعدين يكتشف انه خد مقلب. يعني حد قال لي مره، ده حتى في مصر مش هنا، قال لي الواحد عايز، فنزلت اشتري عربيه، فالشخص اللي حكى لي ده نزل جاب عربيه مرسيدس، ف ينبسط. بس تدي قد ايه؟ تبسط قد ايه؟ يومين، ثلاثه، شهر، خلاص. عايز اقول مش ليس كما يعطي العالم اعطيكم. المسيح يدي سلام من نوع تاني، من نوع تاني. وليه بقول ده مهم؟ انا عارف الكلام ده سمعتوه قبل كده، وانا شخصيا قلته مرارا وزهقتكم بيه، لكن عايز بقوله ليه؟ لانه احنا كتير نتساءل، ليه احنا مش فرحانين؟ ليه ربنا مش بدينا اللي احنا عايزينه في الدنيا؟ كما لو كان ان المسيح ما قالناش انه مش بيدي من نوع تاني. فمين قصدي؟ يعني احنا بنسأل اسئلة كتير، سؤال بسيط قوي واسف في التعبير ساذج، مع انه الكلام واضح جدا ان المسيح قال انا مش هديكم من النوع ده، مش من النوع بتاع اللي هو ايه اللي بيديه العربية الجديدة ولا البيت الجديد، مش من النوع ده. ما قالش، هو ما قالش كده. بنحاسبه وبنطلبه وبنزعل منه علشان ما اداش حاجة هو قالش انه هيديها. ما قالش انه هيدي ده، قال هيدي نوع تاني. اللي مش عايز من ده مش هيدي عند المسيح. عشان كده ان كان لنا رجاء في المسيح في هذا العالم فقط، نبقى ايه؟ خدنا مقلب. بولس الرسول قالها بطريقة اشيك طبعا من اللي انا بقولها، قال ايه؟ اشقى جميع الناس. عشان كده رجائنا في المسيح مش في هذا العالم فقط. عشان كده اللي عايز يعيش مع ربنا وينبسط وان ربنا يديله انبساط في الدنيا بمقاييس الدنيا ومفاهيم الدنيا، راح خبطت على الباب الغلط. تخيل انت عايز تشتري جروسري، تروح فين؟ فين؟ ها؟ كيمارت، مش عارف تروح فالي، ما بتروحش مثلا ديلر بتاع عربيات، مش كده؟ فانا لو انا عايز سلام من بتاع الدنيا، روح اشتري عربية وجرب، وبعدين شهر وانت هتحتاج تجيب واحد تاني تقدر، روح جرب تشتري هدوم جديدة، روح تدخل فسحة. اشبه الحاجات ديت وحشة،
بس بقول ايه، لو الانسان حط رجاءه ان دي اللي هتديله الفرح، حلو ننبسط. ولو انت الحقيقه حتى الفسحه جمالها في ايه؟ ان احنا مع بعض مثلا، فقيمه اكبر من مجرد هنروح فين ونقعد في مكان شكله ايه. لكن الصور اللي عايز الناس اللي عايزه تبيع بتعمل ايه؟ تديك صوره مبهره. شوفوا صور الاكل اللي بتيجي، مش كده؟ صور الفاكهه على في الاعلانات اللي بتيجي كل اسبوع، وتروح تاكلها طعمها وحش بس الصوره فظيعه، فعلا شديده الجاذبيه، صح؟ شوفوا في الصيام لما نشوف الصور بتاعت ما عندك، لما تاكله تلاقيه مش حلو، وبعدين يقول لك مش هيلث. لكن كمان الصوره غير الايه، غير الواقع. فاقصد ليه مهم الحديث هنا عن انه المسيح ما وعدش بالايه، بامور الدنيا اللي احنا زعلانين منه وبندور نقول ليه ربنا مش بيدينا ده، وليه احنا مش مرتاحين ومش مبسوطين، لانه ما وعدش بده. طيب الحاجة الثانية، اتكلم عن ان احنا مش من العالم، اتكررت في يوحنا 17 14 و16، فقال كده، قال انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم كما اني لست من العالم. فاحنا مش من العالم، زعلانين ليه؟ انه الناس كلها بتعمل كده، احنا ليه ما نعملش؟ يا جماعة ما انتوش من العالم. وما قالش برضو ايه تاني، قال بوضوح وبشكل قاطع، الناس كلها تعمل اللي انتوا مش عارفين تعملوه او مش عايزين تعملوه، الناس كلها بتعمله. ومش معنى الناس كلها بتعمله انك انت تعمله، وانك هتبقى مبسوط انه انت مش عارف تعمل اللي كل الناس بتعمله او مش عايز تعمل اللي كل الناس بتعمله، هتبقى تعبان لانك مش بتطمن، لانك مختلف. الانسان دايما يطمن في ايه؟ في المجموعة الكبيرة. طب وبتوع المسيح قطيع ايه؟ صغير. بس ايه؟ ابونا بشوي كامل كان له نبذة لطيفة اسمها ضخامة القطيع الصغير. ضخامة عددية؟ ضخامة عددية؟ لا، صغير على العدد، لكن ضخم بمين؟ بوجود المسيح في ايه؟ في وسطه، بقوته، بقوته، بانه عنده ما لا يضيع، ما لا ينتهي، ما لا يفنى. قطيع ربنا عنده حياة أبدية، عنده أبديات، حاجة بتتخلصش. طب اللي ماشيين في القطيع الصغير يقعدوا يخطفوا من بعض الايه، الحاجات بتاعت الدنيا. وبعدين في 16 قال ليسوا من العالم كأني لست من العالم. قال كمان ايه؟ قال الوحدة، اتكلم كتير عن الوحدة، ليكون واحدا كما أني أنا والآب ايه واحد. قالها في أكتر من، كررت في أجزاء كتير عشان ما اقعدش اقرأ لكم كتير. يوحنا 17 11 ومن 21 ل 23 قال زي ما انا والاب واحد تبقوا انتوا كمان ايه؟ واحد. عشان كده كل انقسام يبقى ايه؟ مش من ربنا، مش من ربنا. اول ما ادم اخطأ عمل ايه؟ فضل يحدف، مش كده؟ حواء تقول الحية، ادم يقول حواء، مش كده؟ ولما قايين يقتل هابيل يقول له فين اخوك؟ يقول له انا مالي، انا عراق، انا مالي بيه، انا حارس دي. على طول في ايه؟ فرقه، فرقه على طول. عشان كده ارتباط المسيح بالكنيسه زي ارتباط الراجل ايه ومراته، مش كده؟ وعشان كده زي ما المسيح وكنيسته ما يفترقوش، الراجل ومراته ما يفترقوش، واي حاجه غير كده حتى لو كان لها تبرير ضد الايه؟ مش بتكلم على مدى يعني لعلة الزنا، ماشي، بس في الاخر مش ده الوضع بتاع ربنا، مش ده الوضع بتاع ربنا. عشان كده احنا بنتجمع كل اسبوع لما نفتكر ايه الوضع بتاع ربنا وعايزين نرجع له. تقول لي بس احنا مش بنرجع له وملخبطين، صح، عشان نفتكر ان احنا محتاجين نرجع، وبنيجي الكنيسه عشان احنا عايزين نرجع. ما تزهقش وما تزهقيش، بنيجي عشان كده، عشان نفتكر ده. تقول لي بس احنا بنغلط، ايوه بنغلط، لان احنا عندنا لسه ورثين الطبيعه القديمه لسه موجوده، قاعدين نصارع فيها، قاعدين عايزين نقلعها، عايزين نخلعها، عايزين نشيلها، عايزينها تموت، عايزينها تموت، ابتدت تموت في المعموديه، بس احنا عايزين نكمل بالتوبه، عايزين نكمل بالتوبه. اخر حاجه
اتكلم عن الارساليه، دي فكره برضو خطيره قوي. قال كما ارسلني الاب ارسلكم ايه؟ انا. دي على الرسل بس؟ دي على الرسل بس ولا علينا؟ على الكل طبعا. طبعا الرسل لهم كان مهمه خاصه في بدايه المسيحيه، بالذات انهم بيقولوا لمسناه، احنا لمسناه، خدنا جسد ودمه، بس ايه؟ مش بان احنا كنا عايشين ما بين سنه 30 ل 33 او 4 ل 29 على اساس في اختلافات في التقويم يعني، لكن اقصد ما هم كان لهم مهمه خاصه، لكن في نفس الوقت كلنا مرسلين. يعني حضرتك وحضرتي وحضرتك مرسلين في الدنيا، مرسلين وسط الدنيا عشان تقولوا انه ربنا مختلف وولاده مختلفين، وانه مش من الدنيا، ليس من العالم، كمانه هو مش من العالم. وبالتالي شوفوا قدر استخدام كلمه كما. كما زي ما الاب احب الابن، انتوا والابن احبكم وانتوا تحبوا بعض، زي ما الاب ارسل الابن انتوا مرسلين، زي ما انتوا مش من العالم زي ما هو مش من العالم، الى اخره. طيب نيجي بقى للسؤال المهم. حلو، ده كلام عارفينه وبيعقدنا. طب احنا في واقع تاني، واقعنا غير كده. هرجع اقول واقعنا دوت هدفه ان احنا محتاجين نتحد بربنا، نتحد بيه ونقول له يا رب احنا مش قادرين، احنا مش عارفين نتغير، احنا محتاجينك انت. وهو ما وقفش بعيد وقال انا هقول لكم تعملوا ايه وتصرفوا، لا، ده هو جيب نفسه، عمل قدامنا وادانا المثال، خط طبيعتنا وصلح فيها، ادانا امكانيات جديده، ادانا امكانيات جديده، وقال ما بتطلبوش، قال ما بتطلبوش. تقول لي بس احتلبنا، صدقني بنصلي وبنقول له لتكن مشيئتك ونقلق، بنقول له اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، واحنا الحقيقه مش بنغفر ومش عارفين نغفر، وبنغلي من جوانا وبنتضايق من اللي ضايقنا ونلاقي نفسنا مش طايقينه. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قول لنا خطوات عمليه. خطوات عمليه مش واحد اتنين، مش قول المزمور ثلاث مرات وقول اعمل خمس مطنيات وزي كده الريسبي بتاعت الاكل والدايت والكلام ده، لا لا. نعمل ايه؟ كلمه حاجه عامه كده، انه اقول له ايه؟ هو سر اولا، اسرار. اسرار مش بس اسرار الكنيسه، لكن سر عمل ربنا جوه النفس، سر خفي. السر دوت احنا مش فاهمين، وما اقدرش اقول لك ويتعامل ازاي، ولا ما كانش بقى سر؟ كنا شرحناه زي الفيزياء وحطيناه في معادله، كنا حطيناه في معادله. العلم قدر يعمل، يعني بتعجب مثلا لما يعملوا انه سيميوليشن، عارفين سيميوليشن؟ طيران مثلا، مثلا طيران، لو حصل حادثة الطيارة يعملوا لها سيميوليشن، مثلا المحركات وقفت، فيجيبوا يروحوا يجيبوا طيار ويقعدوه في السيميوليتر، وقدروا يحسبوا كل الفاكتورز، لو الهواء قد كده تأثيره ايه على الطيارة، ولو المحركات وقفت تفضل تنزل بمعدل قد ايه، حسبوا كل حاجة، حسبوا كل حاجة. ليه؟ الطبيعة عملوا كده، الشطارة انهم يحولوا كل حاجة لمعادلة، تعوض في المعادلة تطلع نتيجة، تعوض في معادله تطلع نتيجه. هل اقدر اقول ربنا بيشتغل في نفس ازاي؟ الشاطر يطلع معادله بقى، الشاطر يطلع معادله، مفيش معادلات في الكلام ده. ولكن عندنا حاجات تتشاف، ايه هي؟ حد شاطر يقول لي. نسق عمل الروح، ها؟ ثمار الروح. بنقلق ثمار الروح وبنعمل عكسها. الصلاة، بنصلي وما بنلاقيش نتيجة، وأحيانا نزهق ونقول مش نافعة. ها؟ وهم وفينا طبعا، ما احنا قديسين أهم أهم، مش من طينة تانية يا جماعة، مش من طينة تانية، عشان كده مش بنحب الطريقه اللي السنكسار بيكتب بيها، ولد من ابوينا مسيحيين تقيين، كل الناس القديسين طالعين من ابوينا مسيحيين تقيين اغلبيتهم يعني.
وعشان كده احنا بنحب اللي ما طلعش من ابوينا مسيحيين تقيين زي الانبا موسى، مش كده؟ ده مش ما يجيبش خالص، مش كده؟ لا من ابوين ولا تقيين ولا كان في يعني ما ينفعش خالص. وبولس ها وكتير واغسطينوس وغيره، ده عمل السر. وده دول بقوا قديسين، يبقى احنا ممكن نبقى قديسين. تقول لي طب نعمل ايه؟ هم عملوا ايه؟ صدقوا في ربنا، امنوا بيه، وفضلوا يطلبوا ما بطلوش. بس كل اطلبوا صلوا واطلبوا، هنقولها كم الطلبه، بنقولها كم مره، وبنقولها كل اسال صلوا واطلبوا، مفيش حل تاني. ونقول يا رب وحدنا بيك، تعالى مش عايزين احنا مش طايقين نفسنا لتكن لا ارادتنا، مش عايزين ارادتنا، مش عايزينها، عايزين نجحتها. لدرجه ناس يقول لك ايه، هو ليه ربنا مدنا اراده من الاول؟ عشان احنا احرار وعلى صورته. لكن في نفس الوقت احنا بنقول له يا رب مش عايزينها، بنبوظ الدنيا بيها. وبالذات انه ايه، عندنا طبيعه، بقول ورثين طبيعه، فازدانا لسه ما خلصناش منها، هنخلص منها فوق. يا جماعه لازم نفضل نقع، ولازم نفضل نحس ان احنا ناقصنا حاجه، والا بقينا في السماء او بقينا مسحاء. احنا مسحاء صغيرين، بس ايه، بنكبر، بننمو، بنكبر بان احنا نفضل نقول له ايه، عايزينك انت تيجي اكتر وتبان انت اكتر، وانا اختفي، وكل ما انا اختفي كل ما انت تبان. دي شغلانه تفضل على العمر كله، على العمر كل اخر وقت. هو في حد من القديسين دول اللي احنا بنمجدهم ما كانش بيغلط؟ طيب في حد منهم نساله في اي وقت في حياته نقول له انت راضي عن نفسك وحلو وكويس؟ لا طبعا. طب ومش راضي عن نفسه يعني انا وحش وانا مش نافع وعمال يقطع في نفسه؟ لا بيقول بيمشي في السكه، بيقول بحاول، بيقول بجاهد، بيقول بصلي، بيقول بمسك فيه، بمسك في كلمته، بمسك في وعوده، بمسك في اسراره، بمسك في جسده ودمه، بس بمسك في اعتراف، بمسك في التوبه، بمسك في ان انا اقول انا غلطان، بمسك في اني ابص على القبليه. كل القديسين يقولوا القديسين، حتى الاباء يعني اثناسيوس بنقول حامل ايمان، حامل ايمان بيقول ايه؟ بيقول لاريوس، بيقول له اللي انت بتقوله ده جبته منين؟ من اي اب استلمته؟ اللي انا بقوله انا جبته من الايه؟ من الاباء القبليه. فالقديسين استلموا اللي قبلهم، واحنا استلمنا وعندنا سحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بنا، وعندنا رئيس الايمان ومكمله يسوع. وعشان كده احنا عايزين ايه؟ عايزين ان هو يجي يحل في حياتنا ونتحد بيه ويدينا من بره. هختم الكلام. انا عارف انه في الاخر طبعا احيانا ايه، احنا عندنا اكسبكتيشنز، حد هيقول لنا وصفه تاخد دي 3 مرات الصبح وبالليل هتبقى زي الفل، مش كده؟ مفيش كده، بقول لكم اسرار، مفيش وصفات ومفيش معادلات، لا هي هندسه ولا طبيعه ولا فيزياء ولا هي كيمياء، وفي نفس الوقت ولا هي سحر. هي سر المسيح. هختم بايه؟ صلوه. احنا برضو الظاهر يعني مقصرين، ما نصليش القداسات. قداس كرولوسي ده قداس يعني برضو انا ما كنتش واخد بالي من الصلوه ديت، الكتاب لفت النظر ليها، هقراها بس. يقول ايه؟ صلاه خضوع للاب في القداس الكرولوسي من الخلاجي. بصوا الكلام اللي المفروض نصلي بيه، اللي المفروض نصلي بيه ده كلام الصلاه. بالمناسبه ال- 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 الكنيسه القبطيه كنيسه حفظها للاضطهاد، وعندنا ما عندناش مثلا، مش عارف، ناس عندهم دكتورات وشهادات في اللاهوت، احنا محتاجين ده. وفي ناس بتدرس وبتحب تدرس وبتدور على انها تدرس وبنشجع ده وجميل. بس نفس الوقت ايه اللي حافظ على الكنيسه؟ ان صلواتها عميقه وقويه، وخلت الكلام بتاع اللاهوت اللي بيفهموه الناس اللي هم اللي بيقولوا الكلام الكبير بقى ايه؟ بيصليه كل حد، بيصليه كل شخص، حتى الجاهل والأمي، حتى اللي ما بيعرفش. ويطلع من الأميين اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، يطلع منهم قديسين،
يطلع منهم قديسين. صحيح، وانا بكلمكم دلوقتي انا شفت ناس اميين، يا ريت بس اللي معاه دكتوراه في اللاهوت يبقى ربعهم وفي السماء بس يبقى يعني يبص عليهم كده من بعيد. ده مش معناه عيب في الدكتورات وفي شهاده اللاهوت، لكن اقصد انه ايه، انه خلت الروحانيه مش ايه، مش مقصوره على ايه، على صفوه، على شريحه من الناس. المسيحيه مش بتاعه الناس الشيك العلماء الفاهمين اللي معاهم دراسات وعندهم القاب من اي نوع، لا لا لا، لكل الناس. فبيقول ايه؟ بيقول يا الله الذي احبنا هكذا وانعم علينا برتبه البنو، احنا بقينا ابناء لكي ندعى ابناء الله ونحن وارثون لك يا الله الاب. يعني ايه وارثون؟ احنا دايما نفهم ميراث يعني ايه، اب يموت فابنه ياخذ الميراث، احنا ابونا مش بيموت، فالميراثه فغناه مكفول لينا، مكفول لينا، هو حي وهو موجود وهو عايز يديه لنا ويمتعنا بيه، ما بيموتش. وطبعا الميراث دوت بتاع مين اصلا؟ ها، ميراث بتاع الاب بتاع مين اصلا؟ يبقى لمين؟ للابن طبعا. طب احنا بقينا ابناء، فبقينا بما اننا خدنا اللقب ده تلقائيا بقينا لينا ايه؟ ميراث. لما واحد بيموت بيعملوا له ايه؟ اعلام وراثه، دي شهاده ودي ورقه، دي لازم تطلع من المحكمه، دي ورقه مهمه قوي. ليه؟ بتقول مين اللي منه ويحق لهم انهم يورثوا فيه. فدي ورقه لازم تبقى كل واحد يتكتب انه في الاعلام الوراثه ده لازم يكونوا متاكدين تماما انه ايه؟ منتسب للشخص ده، انه هيورث. طبعا لو الراجل صاحب الاعلام الوراثه لو اللي مات ده يعني سوري يعني مفلس، محدش بقى عايز ايه ينتسب ليه. لكن لو واحد معاه كتير، ده كل واحد لو عارف يزقه يلاقي. ده انا عايز اقول لكم حاجه سخيفه افتكرت دلوقتي، يعني لما حصلت حادثه القديسين، والحادثه لسه طازه، 3 الصبح 4 الصبح الحادثه حصلت، 12 وثلث 3 4 الصبح، وقعت انا كنت موجود في كنيسه القديسين، انا مش كنتش في كنيسه القديسين، احنا خلصنا القداس ورحنا على القديسين، فحضرت وقعتين شخصيا. واحده جت قالت بنتي انا دخلت الحمام وما لقيتهاش، عروستها في ايدي اهي، طلعت ولا بنتها ولا حاجه. بعد عرفنا الصبح طبعا ولا بنتها ولا حاجه، هي كانت عايزه فلوس. تخيلوا الناس، انا بس بقول على حته انه واحد عايز يزق يقول انا ايه، اصل هيبقى في تعويضات وفلوس. واحد قال اختي، ولحد تاني يوم كنا فاكرين ان في حد اسمه كذا من اللي مات، وطلع لا. انا بس بقول الناس قد ايه عايزه تلحق تزق ايه، ما هو الناس دي هيطلع لها فلوس. انا بس بقول على حكايه انه واحد عايز يزق نفسه في الايه من ضمن عشان ينتفع. احنا خدنا ان احنا ايه، ابناء، فالمسيح هو الابن الوارث للاب، فاحنا بقينا شركاء في الميراث. هو طبعا في فرق بيننا وبينه، ايه الفرق بيننا وبينه؟ يا ريت تحفظوها دي، نحفظ حته. ايه الفرق بيننا وبين بين الابن بين المسيح؟ بكر. حلوه، ما هو وحيد، يبقى احنا ملناش فيه، هو وحيد الجنس طبعا مختلف، بس ايه الاختلاف؟ احنا بالتبني، هو بالايه؟ بالطبيعه. احفظوا الكلمتين دول، هو ابن بالطبيعه، هو واحد مع الاب في الجوهر، احنا صرنا ايه؟ ابناء كده، لما امنا بالمسيح واتحدنا بيه بالمعموديه بقينا ايه؟ خدنا بقينا في اسمنا اتكتب، اتزقينا في اعلام الوراثه. كويس كده؟ اتزقينا في اعلام الوراثه. خلاص؟ بقى لنا في التعويضات. ماشي؟ فقال كده لكي ندعى ابناء الله ونحن وارثون لك يا الله الاب وشركاء في ميراث مسيحك، في ميراث ابنك. هو الوحيد اللي له ميراث لانه بالطبيعه. احنا اتزقينا لما بقينا جوه المسيح، لما اتحدنا بالمسيح. عشان كده في المعموديه، في المعموديه بقينا ايه؟ بقينا اولاده، بقينا حته منه، اعضاء من جسده من لحم من عظامه، نتناول جسده ودمه عشان نثبت فيه ويثبت فينا نبقى ايه؟ ابناء. ومجرد لده بس تقول لي بس بنغلط، اقول لك عشان كده مغفوره خطيتنا،
اذا كنا بنتوب، اذا فصلنا نفسنا عنه وقلنا لا احنا عايزين نعيش في الدنيا وعايزين نعيش في الغلط وعايزين نعيش في الخطيه، يبقى احنا خلاص فصلنا، انت اخترت. لكن لو انا بقول لا انا بكره الخطيه، بقع فيها لكن كارهها، مش طايقها، بقاومها وبحاول وبقع وبقوم هفضل اقع واقوم لاخر يوم في حياتي، يبقى ايه؟ يبقى انا وليا الميراث، حافظت على مكاني في اعلام الوراثه. بعدين يقول امل اذنك يا رب واسمعنا، نحن الخاضعين لك، طهر انساننا الداخلي كطهر ابنك الوحيد هذا الذي نريد ان نتناوله. ما هو ده القداس هنتناوله دلوقتي، فقبل ما نتناوله نقول له ادينا من طهارتك. بصوا بقى الليسته اللي جايه، لسته بقى كلها من الخطايا بتاعتنا، خدوا بقى الليسته اللي ايه اللي احنا فاميليار معاها، خدوا الليست بتاعتنا بقى اللي احنا ايه يعني دي بقى اللي احنا عارفينها. الكلام الاولاني كلام كبير علينا، خدوا بقى اللي جاي. يقول طهرنا فليهرب عنا الزنا وكل فكر نجس من اجل الله الذي من العذراء. فينا زنا بكل شكل، لكن احنا عايزين ايه؟ الطهر بتاع اللي اتولد من العدل. الافتخار والشر الاول الذي هو العظمه كبرياء من اجل الذي اتضع وحده من اجلنا. فينا كبرياء عايزين نبقى متضعين زي اللي ايه؟ زي اللي اتصلب واتبهدل على الصليب. الخوف، مين مش بيخاف؟ حد يرفع ايده؟ حد ما بيخافش هنا؟ كلنا ايه؟ بنخاف من خيالنا، خايفين من بكره، بكره ده مرعب. خايفين من الموت، خايفين من البلد يجرى لها ايه؟ مش عارفين امريكا هتفضل كويسه ولا هتنزل، طب مصر هيحصل لها ايه؟ طب يمكن تبوظ هنا نرجع مصر، مش كده؟ الناس بتفكر بكره في ايه؟ بكره في ايه؟ مش كده؟ فالخوف قال لك ايه؟ قال الخوف من اجل الذي تألم بالجسد عنا واقام غلبة واقام غلبة الصليب. فاحنا ما تخافش من حاجة، المسيح مات وقام خلاص. هتقع هنا يقع هناك، العالم كله يخلص، ما تفرقش معانا، ما تخافش. احنا ايه؟ عينينا على ايه؟ على السماء. المجد الباطل من اجل الذي مش عارف اشوف. من اجل الذي لطم وجلد من اجلنا ولم يرد وجهه عن خزي البصار. الحسد والقتل والانقسام والبغضه، ايه رايكم في دول؟ حد له فيهم ولا منهم ولا حسد وبغضه؟ لا لا مالناش في الكلام ده، مش كده؟ احنا انا ليا فيه صراحه، ما اكذبش عليكم. الحسد والقتل يعني مش لازم ده اللي بيغضب على اخوه بطلا بيقاتل نفسه. فالحسد والقتل والانقسام والبغضة من أجل حمل الله حامل خطية العالم. الغضب، طب الغضب حد ما بيغضبش؟ حد هنا من الودعاء؟ حتى موسى اللي اتقال عنه أنه حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض، شفناه غضب وكسر اللوحين. الغضب وتذكار الشر من أجل الذي سمر الذي سمر صك خطايانا في الصليب. الشياطين وإبليس فليهربوا من أجل الذي شتت رؤساء الشر وهتك سلاطين الظلمة. كل فكر رديء أرضي فليبعد عنا من أجل الذي صعد إلى السماوات. إحنا قاعدين تشدنا أفكار الأرض، إحنا عايزين نبقى إيه؟ نفكر في الذي صعد إلى السماوات. لكي نتناول بطهارة من هذه الأسرار النقية ونتطهر كلنا كاملين في أنفسنا وجسدنا وروحنا، إذ نصير شركاء في الجسد وشركاء في الشكل وشركاء في خلافة مسيحك. شركاء في ميراث مسيحك وخلافة مسيحك. هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أن دار دور كل أمين، والمجد لله دائما أبدينا. بخريستوس